عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء النور، مساء الورد. كنتمنى أنكم تدوزوا نهار بخير وجمعة مباركة لنا وعليكم وعلى الشعب المغربي وعلى الجمهور المغربي وعامة. كنتمنى أنكم تكونوا بألف خير. تحية المتتبعي قناة شوف تي في على البث المباشر، مرحبا بكم مرة أخرى برنامج أشنو عندك على البث المباشر مع كريمة وسعد. شوف تي في كترحب بك برنامج أشنو عندك. أنت ما عليك غير تسول شوف تي في تعطيك الحل. افتح قلبك قول أشنو كاين، راه الجواب تلقاه في الحين. مرحبا بكم مرة أخرى وكنتمنى أنكم تدوزوا اليوم جميل الجمعة الكبير عند الله سبحانه وتعالى. كنتمنى أنكم تكونوا بألف خير. ومرة أخرى كنقول للمتتبعين على البث المباشر اللي بغى يتفاعل معنا داخل أرض وطن وخارج أرض وطن يتصل بنا بالرقم الهاتف 06 82 01 88 23. وكنتمنى أنكم تدوزوا العيد وعيدكم مرة أخرى مبارك مسعود لينا وعليكم والأمة الإسلامية جمعين وعلى العرب كامل. كنتمنى إن شاء الله تدوزوا تاني عيد بخير وعلى خير. مرة أخرى تنقول لكم اللي بغى يتفاعل معنا يتصل بنا بالرقم الهاتف 06 82 01 88 23. إيوا كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وكي دوزتوا النهار مزيان، شبعتوا الكسكسو الحليوات الأجواء. رحنا واخا كاينه هاد الأزمة ديال الأجواء ديال كورونا، يعني حنا يعني كل البيوت كيبغيو يخلقوا داك الجو ديال التقاليد اللي كنعيشوها. كنديروا الأطبق من الحلوى ونديروا الكساكيس قصار داك الشيء التقليدي ديالنا. أول اتصال معنا. الو السلام عليكم. الحمد لله، شحالك انت؟ الله عليك. ممكن نتكلم مع الاستاذه كريمه؟ يا كريمه مرحبا بك. مرحبا بك والله. شكون معايا الاخ؟ شكيري من مدينه العيون. شكون الاسم ديالك تذكرني؟ بشير شكيري من مدينه العيون. بشير؟ اه من العيون. ما سمعتك صوتك بعيد. الو الو معك تسمعني؟ لا كنسمعك دابا كنسمعك. انا على الاستماع. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك الاخ بشير من مدينه العيون، مرحبا وسهلا. يا وني بيك اهلا. واش هذه الاخت كريمه؟ يا كريمه وسط. مرحبا بك. المهم بغيت نشكرك، نشكر الجمهور متتبعيكم فقط. شكرا. بلا ما نطول على اللي غيتصل من بعدي. شكرا لكم. شكرا على التفاعل ديالك الاخ بشير. مرحبا والله. مرحبا بك وسهلا. مرحبا خيار صديق والناس ديال عيون. يا اهلا وسهلا. تبارك الله عليكم وشكرا على التفاعل ديالك. شكرا الاخ بشير من العيون، حاول ان يتصل بنا ويشكرنا ويهني البرنامج والطاقم شوف تي في. شكرا لك. معنا اتصال ثاني. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كريمه مرحبا، شكون معايا؟ كريمه. الو البرنامج ديالك بغيت نشير لكم معنا. ما كنسمعكش مزيان. كتبت ديك البرنامج ديالك فيسبوك وبغيت نشاركو معاك. مرحبا بك، شكون معايا ولدي؟ شكون؟ انا كنسكن في كازا. مرحبا بك. الله يحفظك ليا. اول حاجه انا معجب بك، اش عاجبني. شكرا. اسم ديالك بعدا؟ انا محمد. متشرف فينا محمد. اشنو كتعمل يا محمد؟ فاش خدام؟ انا لا ما خدام هو. والله يسهل عليك ونتمنى ان شاء الله ربي يفرحك و امين. مرحبا بك. الله يحفظك ليا. البرنامج مع كريم وسط. مرحبا بك، تكلم. اخشى انا ما بغاش نقص هذه المغربه، تبغى نحرق. ما ننصحكش انك تحرق هذه بلادك. ومرحبا بك، علاش غتحرق؟ علاش؟ الحمد لله تبارك الله كتبان لي من صوتك انك متشجع وقوي
ما غاديش علاش غتحرق؟ كتقرا شنو المغرب هذا المغرب ما عطيناش الشكرين الله يشاكي عندهم. الو مشكل كاين في الخط ربما ما عرفتش قطع الخط ما عرفتش المشكل ديال الولد دي محمد اللي قال لك هو باغي يحرك ما عرفتش هاد الشباب ما بغيتوش يوصل لهذا المستوى. الحمد لله احنا بلادنا بلاد خير وبلاد سميتو كنتمنى يعني كيقول لك لا مقترن بلادي ولا اسل بلاد الناس ولكن الله يصاوب الجميع وكنتمنى ان ما يفكروش هاد الشباب وما ننصحكمش انكم تحرقوا ولا تفكروا بهذه الطريقه ديال الهجره السريه لان شويه خطيره يا اما الرجل هنا والرجل هي يا اما كتسلك كتكون امورك مزيانه وما كتكونش امورك مزيانه لان بلا اوراق بلا يعني بلا قانون بلا حتى شي حاجه يا اما كيديك البحر يا اما كتشدك السلطات يعني الامنيه الناس اللي مسؤولين على هذا الشيء ديال الهجره السريه وكتولي في مشاكل. ونتمنى ان الحل ماشي هو الحريق، الحل هو نواجهوا الصح ونواجهوا ما هو احنا كنعيشوا فيه والحمد لله اي حاجه غنلقاو لها الحل ديالها. وما ننصحكش يا محمد متفاعل ديال معنا الدار البيضاء، نتمنى ان شاء الله ربي يوفقك ويسهل عليك ولا ما لقيتيش يعني حاول طرق البيبان باش توصل المبتغى ديالك والحلم ديالك اللي بغيتي ان شاء الله. معنا اتصال اخر. الو السلام عليكم. الو اختي كريمة. ايه الو شكون معايا؟ معك طارق المحمدية. طارق تحية لطارق المحمدية. تكلم اخويا مرحبا بك في البرنامج شنو عندك مرحبا بك. البرنامج اللي عندنا هو الحقدة في هذه البلاد. نعم. اش غنقول لك خويا كنتمنى يا ربي هاد الشباب ما بغيتوش ينفعل لان دابا ربما حتى الاجواء ديال الكورونا ربما تزت بنادم تقلق ما كيخدمش وما ما كيروجش ولا تيبان ليه ماشي حل. بالعكس هذا ماشي حل اننا نحرقوا ولا نفكروا شي تفكير خايب. بالعكس احنا اي حاجه نقدروا نعالجوها. معنا اتصال اخر. الو السلام عليكم. الو عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ما كنسمعكش مزيان. الو هادي ديار الخارجيه في الخارج مكالمه. اييه من فرنسا. فرنسا تحيه لك اخي شكون معايا؟ معك عبد الله من فرنسا. تحيه لخويا عبد الله من ديار فرنسيه. كي داير بخير؟ لا الحمد لله كلشي مزيان. عيدك مبارك سعيد وكنتمنى انكم تكونوا بالف خير. كي دايره الاجواء تما؟ الاجواء مزيانه شدوا علينا صافي حنا غدار. ايوا الاحتياطات واجبه لان الانسان كيخاف من هاد الاجواء اللي الكوفيد هاد كورونا المستجده يعني هاد الوباء اللي جاء العالم كله. نتمنى والناس ياخذوا بالنصائح ونتمنى والناس ما يبقاوش يعني يديروا الضد يعني كيقولوا راه كاين هاد الناس ديال الصحه كتقول راه كاين هاد المرض والناس ديال اللي مساكن تصابوا به وكيقولوا الناس راه حنا تصابينا به راه كاين اللي تعالج به كاين اللي مسكين في دار البقاء ولكن راه الله يهدي الناس ديالنا. داكشي اللي كاين اختي الاجواء في المغرب مزيان الحمد لله. هذاك اللي قال لك بغا يحرق قول له كاع ما تحرق عاد قول له تحرق ما تحرق ما يدار
وهذا الشيء اللي بغيت نوصل ليها اخي عبد الله اللي كنقول يعني قلت لي كيف ما الله ما قطران بلادي ولا عسل بلاد الناس، حيت ربما بحكم يعني الناس اللي عاشوا في الديار يعني في الخارج اللي تزادوا تما ولا اللي مشاو اشتغلوا تما ولا كيقراو تيقولوا ان شاء الله نرجعوا لبلادنا ورجعوا للاهل ديالهم. يعني قد ما بقى الانسان في واحد البلاد اللي ما هيش البلاد، احنا تحيه البلدان الشقيقه، يعني احنا كل يعني كل بلاد عندنا فيها الجاليه ولكن كتبقى بلادي يا بلادي يا زين. اختي كريمه هضرتيني على التمثيل، فين تهضرتي؟ واخويا الحاليه انا الساعه ما كاينه حتى شي حاجه، ما بقاوش كيتصلوا بيا بزاف، مي نتمنوا ان شاء الله الساحه الفنيه كيف كتقولوا وكيقولوا المتفاعلين والمشاهدين كريمه وسط بغيناها ترجع للساحه الفنيه، وان شاء الله غادي نتمنى تكون شي اتصال من شي مخرج ولا مخرجه، احنا موجودين ان شاء الله. الو ايه كنسمعك، والله يسهل الامور اختي. امين وما كرهناش، ولكن الحمد لله احنا في برنامج كمنشطات برنامج اشنو عندك في قناه شوف تي في. على شكرا مره اخرى على هذه البادره الطيبه، واللي انا دابا يعني بحكم يعني الجمهور كيتصل بيا تيقول لك خبرتي كنشوفوك ما خديتيش حقك ما درتيش ما هذه نهار بعافية نهار بعافية شي ما صافي. ولكن اخويا عبد الله عمر الشكل ما كان شي حاجة، ولكن المضمون هو كل شيء. ايوا الارزاق الارزاق بيد الله سبحانه وتعالى. كي داير مع الاشغال تما في فرنسا؟ لا بس انا كنت في المغرب يلا طاف البارح. مسكين والحمد لله على سلامتك وصلتي بخير. كنت باغي نجلس شويه ساعه مع الكونفينمون خمسة في الدو كلشي الحدود ونبقى واحد وانا نرجع. والحمد لله وصلتي بخير، والحمد لله شفتي الاهل ديالك وخليتيهم بالف خير، ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله خويا. ان شاء الله اختي بارك الله فيك. تنشكرك على التفاعل ديالك عبد الله. كنتمنى هذا البرنامج درتي ينجح ويستمر ويمشي يمشي بعيد وتناك التوفيق. ان شاء الله تبقى تتفاعل معنا، وتحيه للجاليه المغربيه. راه غنعيط لك كل نهار. مرحبا بك. هذا كان من 8 ل 9 الا يوم الاحد ما كنكونوش. صافي كل نهار كنصوني عليك، هذا نفس التوقيت دابا. مرحبا بك سيدي، مرحبا بك. هذه الله يسهل الامور. هذا برنامج لينا وليك، وان شاء الله راه غيكونوا مواضيع وغيكون ان شاء الله بالمسانده ديالكم غادي نزيدوا ان شاء الله القدام. ان شاء الله باش ان شاء الله. شكرا لك على التفاعل ديالك. شكرا شكرا للمتفاعل ديالنا في الديار الفرنسيه، اللي كنقول شكرا لكاع الناس اللي كتفاعل معنا واللي كتتصل بينا. كنقول لكم مره اخرى مرحبا بكم في البث المباشر على قناه شوف تي في، تحيه لجمهوري داخل الارض وطن خارج الارض وطن. اللي بغى يتفاعل معنا ويتصل بينا في برنامج اشنو عندك يتصل بينا بالرقم الهاتف 06 82 01 88 23. هذا برنامجكم، هذه القناه ديالكم، نتمنى نكونوا في حسن الظن ديالكم، نتمنى ان يكون التفاعل. ومعنا اتصال اخر. الو السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا شكون معايا؟ الو الو كاين مشكل في الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله شكون معايا؟ الله يبارك فيك سيدي، شكون معايا سيدي؟ البرنامج تاع حل الحوار ينجح، كيفاش الناس كيفكروا بزاف في الهجره التركيه، كيفاش واحد الصحابي عاد بارك ماتو، شنو بغيت تقول عليك انا؟ الصوت حاول تبعد من سميتو وهضر مزيان حيت الصوت جاني ما مسموعش. السلام عليكم اختي كريمه، انا بغيت نقدم لك راسي. تفضل. زيد بعد شويه لا سميتو راه حيت كيتسمع الصوت مدير مقطع. بغيت نقول لك اختي كريمه على الهجره السريه. سماك الله بعدا نعرفوا شكون المتفاعل معنا. يونس. يونس من اي مدينه؟
مدينة تازة. تازة مرحبا بك سيدي. يونس يونس بيدادة اختي لا رحب بك تفضل سيدي. بغيتي نقول لك اختي هي احد الشباب ديال اليوم ما كنتش نفكر فيها كنت اسرع عاد ما كاينش حبيبي ما كاينش الهجره السريه عاد. من طبيعة الحال ما خص الواحد يفكر في هذه الهجرة السرية لأن يعني هذا كنعتبرو قوارب الموت يعني الإنسان كيمشي للموت باليد ديالو يعني فجدي كيمشي باش ما كان الإنسان ماشي هو. شوف الحمد لله لا ربي لا يكلف نفسا إلا وسعها يعني الإنسان يمشي على قدره يعني احنا هما كيكونوا موظفين اسمعني يا يونس انسان كيكون كاع موظف يعني نعطيك مثال يعني كريم وسط كفنانه كانت واحد الازمه داز لا يعني من بعد العمليه ما بقاش كيتصل بها بنادم ما بقاش يعني كدوي على الجال الفني ديالي وقفت ومحتاجيت وهذه ولكن ايماني قوي بالله سبحانه وتعالى بقيت عرفت على قلبي وبقيت كنطرق البيبان وهي كانت التفاته وها كريمه على كرسي كمنشطه برنامج واللهم لك الحمد. ان شاء الله ان شاء الله اختي ان شاء الله اختي كريمه تشدي حقك ان شاء الله. ان شاء الله حقنا الا ما شديناش هنا غنشدوا عند الله سبحانه وتعالى. داكشي اللي كاين. شكرا لك. نعم تفضل. اللي تنشكرك على الرساله اللي وصلتي لهذا الشباب. ما يفكروش في الحريق ما يفكروش بالهجره السريه لان كيخليوا العائلات ديالهم الله اللي يعلم بهم. اختي كريمه. نعم. بغيت نقول لك بغيت نوصل واحد المثال واحد المثال واحد كلمه. نعم. سميتو واحد سميتو طارق واحد سميتو ادم. بغيت نوصل لهم مثال من لا لا. خليكم اللهم اللهم الذكران بلادي كما قلت انت قبيله ولا ذكران بلاد. نعم بطبيعه الحال. وشوف شوف تنتمناو حتى الوليدات اللي مساكن مشاو وسهل عليهم الله وتلقاو ولقاو خدمه شريفه وسهل عليهم الله وداروا رقاتهم يرجعوا بسلام وسلم ولكن ما نفكروش ان نمشيو بلا وريقات الله يستر تجي موته سكته قلبيه كتبقى مجهول ما كيعرفوكش. والحمد لله احنا بلادنا بلاد جميله ورائعه وكنتمنى نعم. نطرقوا احنا البيبان شي ندير هاك الروسه نبيعو تشري على قد الحال اللهم لك الحمد بعرف كتافي وما نوصلش شي مستوى لينا داكشي اللي كيبان لما كانش شكرا لك متفاعل ديالنا يونس من تازا اللي كنقول ليه الكلمه الطيبه اللي قال في حق هاد الشباب اللي جاتو غيره على بلادو جاتو غيره يعني على بزاف ديال الحوايج اللي كنقول ليه مره اخرى كنتمنى نتفاعلوا معاك مره اخرى. شكرا لك يونس من تازا واللي كنبغي نقول مره اخرى الله الشباب ما تفكروش في الهجره السريه ان شاء الله ربي بغي يعوضكم ما هو فيه الخير ما هو ان شاء الله الصبر يعني ولو انا كاع فكرت في الهجره السريه يعني العالم كله كي مأزم العالم كله يعني الناس كاع اللي ساكنين تما واللي زايدين تما واللي عايشين تما راهم تهزموا يعني كاين الاقتصاد بزاف ديال الحوايج اشنو غدير الا مشيتي حركتي اشنو يعني اللهم بقى في بلادك كل طريف مع عائلتك تيحل الله سبحانه وتعالى ربي يرفع لنا هذا الوباء. معنا اتصال اخر. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كريمه. ايه مرحبا لله. لاباس عليك مبارك. الحمد لله. نتصل بك من جديد. نعم. وراك عزيزه وعزيزه بزاف. منين كتصلي بيا منين دينا؟ من خريبكه مخريبكه معك فاطمه من خريبكه. تحيه للناس ديال خريبكه. كلشي عزاز راك عزيزه عليهم في خريبكه كلشي كيتمناو يشوفوك. عاوتاني شي فيلم جديد ولا شي جديد ولا. بارك الله فيك لاله فاطمه وكنشكرك بزاف وعيدك بعدا مبارك سعيد ومرحبا بك وبالناس ديال خريبكه. راك عزيزه راك عزيزه. كندير لك بارطاج كندير لك جيم بغيت انا هذا البرنامج ديالك ان شاء الله ينجح.
ان شاء الله يا ربي. ومرحبا بك انت والناس ديال خريبكه في على البث المباشر في قناه شيف تي في في برنامج اشنو عندك. مرحبا بك لاله فاطمه. مع السلامه حبيبه. تنشكرك بزاف وعلى الكلمه الطيبه، وانت الله قريبا تشوفي كريمه في الجديد وتا الجديد في البرنامج ديالها اشنو عندك، باش ان شاء الله يكون التفاعل ديالكم اكثر ان شاء الله. كي دايره الاجواء عندكم في خريبكه؟ كي دايره الاجواء في خريبكه؟ زوينه خريبكه، غزاله خريبكه، الجو زوين. بارك الله فيك، وكنتمنى الجو زوين وناس خريبكه مزيانين وكرام، وكنتمناو تجي عندنا شي نهار ونتلاقاو ونتهلاو انا وياك ان شاء الله ونشوف. ربي يخليك لاله فاطمه، كنشكرك على التفاعل ديالك. كنتمنى ان شاء الله البرنامج ديالك استمراريه ان شاء الله. شكرا بزاف لاله فاطمه على الكلمه الطيبه اللي قلتي في حقي وفي حق البرنامج. شكرا بزاف. يلا مع السلامه. مع السلامه حبيبه. شكرا لك والعائله والناس ديال خريبكه. شكرا على التفاعل ديالك اختي فاطمه، الكلمه الطيبه اللي قلتي في حق كريمه وسط. وكريمه وسط هي راه موجوده، كريمه وسط راه ما بخلاش الجمهور ديالها، المسانده دائما كتكون منكم نتوما، المجهودات ديالكم نتوما. تنشكركم مره اخرى لكاع اللي كيساهم وكيقول كلمه في حق كريمه وسط. معنا اتصال اخر. الو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كي يا اختي كريمة؟ الحمد لله. شكون معايا؟ معك اسامة. محمد اسامة. من خنيفرة. من قنيطرة. قنيطرة عفوا، وتحية للناس قنيطرة، وتحية كذلك الناس تهما ديال قنيطرة المغرب كامل. كي دايرة الاجواء في قنيطرة؟ والله الا عزيزة علينا. الله يكبر بيك اخويا، وكنشكرك اخويا اسامه. كي دايره العائله؟ وعيدكم مبارك سعيد. الله يبارك فيك. كي دوزتوا الاجواء ديال العيد؟ كي دوزتوا الاجواء ديال الكورونا اللي حنا كنعانيو من هذا سميتو، كنحاولوا نديروا احتياطات ونقوموا بالواجب ديال الناس اللي كتنصح وكت باش ان شاء الله ترجع الحياه العاديه. الله الله يحفظك اختي كريم. ولكن راه غبرتي علينا من الشاشه المغربيه. والشاشه المغربيه خويا انا ما غبرتش عليها، كنتمنى من الناس ديال المسؤولين على الثقافه ولا على يعني ما هو تصوير في الافلام السينمائيه ولا في هذا، كنتمنى ان شاء الله تكون الامور مزيانه. انا كريمه وسط هي كاينه، ما بخل على حتى شي حد صراحه. هذا المنصب بزاف، ونتمنى ان شاء الله تكون الامور بخير وعلى خير. هادشي اللي غنطلب من عند الله. ما قلناش حتى شي حاجه، ما اتصل بنا حد، ما عطانا شي حد اللي غادي نقولوا غادي نرفضوا لي العمل او لا، نقولوا ايه ولا لا. يعني لا اتصل بنا شي مخرج ولا منتج ولا شي فنان سميتو مرحبا، ما اتصلش بنا مرحبا. حنا كنتمنوا التوفيق للجميع. هذاك الشيء اللي كاين. والله اش نقول لك بنادم اش نقول لك المغرب كيظلم بزاف. نعم سيدي. الساحه الفنيه كيظلم بزاف. ايوا الساحه الفنيه الله يهدي. شوف الحمد لله حنا كيف قلت لك اسامه، حنا بلد حاجه وحده اللي كنفتخروا بها، بلادنا بلاد الحمد لله. الا ما لقيتيها هنا تلقاها هنايا، وكاينه مسانده من الناس، من خوتنا، مسانده المعنويه، مسانده الماديه، يعني كاينين الناس اللي الحمد لله ناس ديال الخير، ناس ديال الكلمه الطيبه. يعني الحمد لله بلادنا معروف بهذا الشيء، ونتمناو نكونوا حنان على بعضياتنا. يعني صراحه الله البرنامج ديت كنتمناو ليه النجاح. شكرا بزاف اسامه، كنشكرك بزاف. ايوا الاستمراريه والنجاح والتوفيق، الله كاع المغاربه كيعيشوا بزاف. الله يطول عمرك اسامه، وكنتمنى لك التوفيق. وتحيه الناس ديال قنيطره، اصدقاء ديالنا وحبابنا، الناس ديال الغرب راه عزازين عندنا. بس كديري واحد ديديكاس لواحد صاحبي عزيز علي. تفضل مرحبا، قولوا نتايا كاع. بنعبيها من واتساب. نعم. بنعديها من واتساب.
تحيه لبن عبيها، تحيه ليهم كاع الناس كاع اللي بغيتي توصل لهم التهنئه من اسامه. تنقول لك شكرا على التهنئه ديالك، شكرا لك، شكرا لك، وتحيه للاصدقاء ديالك اللي درتي لهم التهنئه. تحيه لك، شكرا على التفاعل ديالك. احنا هذا برنامج كنبغيو نوصلوا الرساله لخوتنا وحبابنا داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. كنتمنوا حتى حنا نطرقوا جميع يعني المشاكل وكاع يعني الاجتماعيه ولا الثقافيه ولا يعني كل ما هو اللي قدرنا عليه في استطاعه ديالنا حنا كنجاوبوا. كاينين ناس اللي مسؤولين قدروا ان شاء الله نطرقوا المواضيع ديالكم ونديروا لها الاجوبه، ونتمنوا ان شاء الله نكونوا في حسن الظن ديالكم. معنا اتصال اخر. الو السلام عليكم. الو السلام اخويا، كي داير؟ بخير الحمد لله سيدي، بارك الله فيك. الحمد لله، الله يحفظك ليا. تفرجت في البرنامج ديالك وعجبني بزاف. بارك الله فيك. شكون معايا خويا؟ معك اسامه من مدينه جديده. اسامه؟ اه. منين؟ من مدينه جديده. جديده، تحيه للناس ديال جديده. الله يحفظك ليا اختي كريم. كي دايره الاجواء عندكم؟ عيدك مبارك سعيد. علينا وعليك، الله يحفظك ليا. كي دايرين العائله ديالكم؟ كلشي بخير الحمد لله. الحمد لله، الله يحفظك. الله يشهد، توحشناك ومصارك التلفازي. ان شاء الله نتمنى، وان شاء الله تشوفوني في اعمال جديده. ان شاء الله نشوفوك، نشوفوك ان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله. بارك الله فيك. كنشكرك اسامه، كنتمنى لك انت التوفيق الا كنتي في الدراسه ولا هذا الشيء القرايه ديالك. الله يوفقك، كنتي في الاعمال الله يعاونك. نتمنى لك امين داك الشيء اللي تمنيتي في حياتك اسامه. كي داير مع الاجواء الحمد لله كورونا. اختي كريمه، اختي كريمه، انا بغيت نواصلك على شي دل الهجره. نعم تفضل، تفضل اولي. شي دل ملي شفت واحد السيد ما عرفتش من دينا التازه قال لك الناس اللي كيفكروا الهجره ما يهجروش، راه بلادنا فيها كل شيء. نعم. بلاد ومديون بزاف. تقطع الخط، ما عرفتش كيفاش الشباب اللي كيفكر بالحريق. زعما انا وجهه نظري يعني، وانا على بث المباشر كيضرني قلبي، نقول لكم علاش. حيت تنشوف شباب يلي عنده السن ديال 15 عام. بعد عفوا تقطع الخط ديال الاخ المتفاعل ديالنا اسامه من جديده، يعني ما خصناش نفكروا الحريق. احنا بلادنا الحمد لله بلد السلم والسلام ان شاء الله، علاش غنفكروا في الحريق؟ علاش؟ علاش؟ غنحرق غادي نتعذب، لا ريال لا جوج لا ماكلاش. هي حقا نطالب في بلادي، نوقف ونجري ونجاري وندق البيبان، ولكن ما نحرقش. راه كنقول قطران بلادي ولا عسل بلاد الناس. معايا اتصال اخر. الو السلام عليكم. الو. الو السلام لله. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. شكون معايا اختي على الخط؟ معك إيمان، إيمان من أكادير. تحية لإيمان والناس ديال أكادير. دير أختي كريمة لاباس عليك؟ دير مع الصحة. الله يجزيك بالخير والله يطول عمرك. الله يعطيك الخير، بارك الله فيك. الله يجزيك بالخير أبنتي. الله يوفقك في البرنامج ديالك. يا ربي آمين. وإن شاء الله نشوفوك الفوق الفوق إن شاء الله. إن شاء الله، والله يطول عمرك، ونتمنى لك سنتي الصحة والسلامة. بارك الله فيك، الله يعطيك الخير. وعيدك مبارك سعيد وكل عام. لينا وعليك، الله يعطيك الخير أختي كريمة. كنسلم على عائلتي من هذا المنبر. تفضلي. الله يعطيك الخير، عائلة كمان كلها. نعم. وعائلة البكوري. متشرفين، وتنوجهوا لهم تحيه على البث المباشر في قناه شوف تي في من شكرا اختي كريمه، الله يعطيك الخير. والناس ديال اكادير بارك الله فيك. تعملي في الحياه وكي دوزتي مع الاجواء ديال كورونا؟ واش الحمد لله صعيبه صعيبات يا اختي كريمه؟ قلت لك واش كديري احتياطات قايمه بالواجب النصائح؟ ضروري ضروري، كنت حامله فيها الحمد لله ودارت الامور الحمد لله بخير وعلى خير. تفكيتي بعدا ولا؟ الحمد لله تفكيت الحمد لله بخير وعلى خير الحمد لله. رزقني الله بوليد، الله يطول في عمره. شهاد
شي مبروك مبروك على ايمان بارك الله فيك ديالها والعائله ديالها الصغيره. وما نقولوا المولود الكتكوت الصغير الله يحفظك الله يحفظك لك ان شاء الله من رزقك. امين امين. خلي لي الوالده وخوتي تجرس بارك الله فيك الله يعطيك الخير وراجلي تا هو بطبيعه الحال هذاك هو كل شيء الله يهديك هذاك هو كل شيء الله يعطيك الخير الله يخليك والله يجعلكم ان شاء الله تكونوا دائما فرحانين والسعاده في الحياه وترجع الحياه العاديه باش امين يا تخرجوا ان شاء الله مع شهاب تدوروا شي شويه في ماكدو وتدوروا ان شاء الله تفوجوا به شي شويه بعد ان شاء الله. اطفال الصغار كتخاف عليهم على المناعه وداك الشيء صعيب صعيب مع كورونا صعيب الحال عرفتي الحمل دوزتو ماشي ساهل صراحه مع كورونا راك عارفه. نبغي نوصيك انك تردي البال ربما على يعني فتره الرضاعه وهذا خصك تردي البال لا من تخرجي للسوق ولا تمسي في شي حويجات وهذا لانك ربما اذا كنتي كترضعي الابن ديالك بزاف الحمد لله كنرضعو اتونسيون لان حيت كاينين شي يعني الاحتياطات كلها فهمتيني حتى الوباء راه شويه صعيب ونتمناو السلامه والسلم لهذا البلد الحبيب ان شاء الله. اللهم امين يا رب اللهم امين. تنشكرك على التفاعل ديالك اختي ايمان. شكرا اختي الله يعطيك الخير بارك الله فيك. الناس ديال اكادير شكرا بارك الله فيك الله يعطيك الخير. وهذه قناتك وهذا برنامج ديالك وانا اختكم وقت ما اتصلتوا بنا وتفاعلتوا مرحبا بكم. بارك الله فيك اختي كريمه الله يكمل بالخير ان شاء الله علينا وعليك ونشوفك الفوق الفوق ان شاء الله يا رب ان شاء الله بارك الله فيك شكرا. الله يعاونك اختي الله عليك اختي شكرا شكرا الاخت ايمان على التفاعل ديالها من مدينه اكادير. شكرا للناس اللي كتواصل وكتفتح قلبها في برنامج اش ما عندك. كنتمنى ان الناس ياخذوا النصائح. انا قبيله ربما ارتبكت وضرني قلبي يعني كنحس بهذاك الابن ذاك الشاب اللي غادي يحرك كنحس فيه ولدي خويا عائلتي ما بغيتوش يحرك. انا بحكم انا كريم وسط معروفه عند الصعيد الوطني كريم وسط فكرت انا في كنقول غادي نمشي نحرك وندير لا ما نصحوش كريم وسط عمرني انا فت المغرب يعني عمرني فت الجاليه يعني انا مغربيه وكنبقى بلادي بغيت نعطي لبلادي نقدر تجيني سهره تجيني نشتغل ونرجع لبلادي لان كنحب ولادي وبنادي وولادي وحبابي يعني خصني نبقى في بلادي لان كتجيني غير على بلادي وبزاف ديال الحوايج. انا نمشي نخدم اذا كان عندي العمل ونجي في حالي لان ما نكذبش عليك تضريت كنشوف شباب كيحرق ويا رجل هنا ورجل لي يا اما الموت يا اما لا حول ولا قوه الا بالله. معنا اتصال اخر. الو السلام عليكم. وعليكم السلام اختي كريمه. مرحبا سيدي شكون معايا؟ معك يونس من قنيطرة. تحية لخويا يونس من قنيطرة. كيدايرك في واش تندروطا؟ الله يبارك فيك. واش نقول لك كريم ولا نقول لك هيفاء؟ كلشي ما داك هيفاء لقب الفني ولكن كريمة كريمة وسط الحماقة. شوفي الحماقة على كريمة والحماقة على هيفاء. شكرا بارك الله فيكم على الكلمة طيبة اللي كتقولوا في حق كريم. شي واحد قال لك الحركة ما الهجرة ما الهجرة. نعم خويا تفضل. هذا اليوم حلقة كتكلم على الهجرة مزيان هذا الموضوع حنا بغينا نطرقوا ليه مزيان وان شاء الله كنوعدكم انا غادي يجي الناس اللي كيتكلموا على الهجرة السرية واللي غادي يعطيو نصائح أكثر ولو انني كتجيني غير على بلادي وعلى خوتي وعلى ولادي وعلى حبابي وما نبغيهمش يخويو البلاد. تفضل يونس. كاين اختي شوفي كلامك هو الكبير. الله يكبر بك اخويا. اختي شوفي هذه البلاد هذه زوينه والله يعمر العاش الملك ديالنا كنبغي محمد السادس فهمتي كيفاش؟ الله ينصرو ملكنا الحبيب. امين. المشكل اللي واقع اختي هذوك الناس اللي مقابلين الناس اللي مقابليننا اللي عطيهم سيدنا المسؤوليه لا علاقه ماشي تنعيروهم ولا شي حاجه. انا عندي تبارك الله شوفي انا في عمري 30 سنه عندي تبارك الله عندي 4 وليدات. الله يخليهم لك. خدام مع شريكو ما نسميهاش. نعم. تيعطيك مثلا في الخدمه ديكلاراسيون 21 نقطه في الشهر. نعم سيدي.
وتيخدموك مثلا 100 درهم في النهار، شنو هاد 100 درهم غادير لك؟ واش القطاع اللي انت كتشتغل فيه والديك ولادك تربي عليكم بزاف الحوايج. الله يحسن العوان خويا، الله يحسن العوان. حنا انا تنقول لك انا فكرت في الهجرة. نعم، ولكن وحق الله العظيم حتى فكرت انا في الهجرة. وما سخرش الله. وكيفاش كتحس وانت كتواجد مع الزوجة ديالك ووليداتك والاهل ديالك، يعني العائلة الصغيرة؟ انا شوف انا هو العائلة ديال الأسرة. الله يخليهم لك. امين. هاز ولادي، هاز الوالدة والوليد. الله يخليهم لك، هذاك راه تاج الراس. الحمد لله. والله شوف ربي ما مخيبنيش. الحمد لله. شي تدخل عليهم غير بخبيزة وداك الشيء اللي قسم الله، راه ربي غيطيح البركة. كاين الحمد لله. دابا شوف هاد الناس هادو، شوف راه تا خدام ضرب تمارة خدام 100 درهم، واش بقاش واحد الناس هاد الوقت هذا تخدم 100 درهم؟ أنا ما بقاش. لا ولكن بلاتي أنت في القطاع اللي كتخدم كنتي في شركة، والشركة يعني عندها شي حاجة، يعني عندك معاهم يعني خدام رسمي ولا خدام مؤقت؟ شنو هو الخدمة كانوا يفرضوا من اللي فيها أنا؟ نعم سيدي. مؤقت، الوقت اللي بغى يحبسوك يحبسوك. يعني ما دارش معاهم عقد. والو، خدام عشوائي نهار يقول لك الله يعاون الله يعاون. ولكن هذا خطأ. يعني دخلوا حتى دينا ذهب. يعني انت قبلتي من النهار الاول؟ انا في الدومين ديال سي كريمه. تفضل. 13 عام في الدومين. تخيلي عندي شحال من نقطه؟ عندي 330 36 نقطه. تبارك الله ما شاء الله. تقريبا دابا 13 عام ديال الخدمه، الا عندي 33 نقطه. 333 تبارك الله. ونتمنى يعني ما... دابا عمري 30 سنة وعندي أنا بديت أنا صغير في الدومين، ماشي غادي نقول كبرت ولا شي حاجة. مسكين. نعم سيدي نعم، ما نلومكش. ما لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا حاجة واحدة اللي بغيت نقول لك، أنا ما غنعاتب حد، ما غادي ما، لأن حنا هذا برنامج كنبغيو نقولوا نفتحوا القلب ديال كل متفاعل ومتفاعل معنا لداخل أرض وطن وخارج أرض وطن. هذا برنامج ديالكم، يعني بحكم كريم وسط حتى هي كان أشنو عندها وعانات وبزاف ديال الحوايج، حنا خوت حباب نفتحوا القلب بعضياتنا، نحاولوا ندخلوا الخيط بيد، نعاودوا يعني حتى الناس اللي مسؤولين اعاده النظر في الملفات، هذا الشيء يشوفوا، حطوا الناس اللي ما عندهمش، الناس اللي عندهم شي شويه، يخليوا الناس اللي ما عندهمش. حنا تنقولوا واحد المثال، هي الكرش الشبعانه عمرها ما تسال على الجيعانه، ولكن كاينين كروش اللي كاينين الشبعانه كيسولوا على جيعانين شويه بعدا. الحمد لله حنا ما تنقولوش، ما تنديروش على الناس ولا نعيبوا على الناس، الحمد لله حنا كاع ولاد الشعب مواطنين كنعيشوا على قدرنا، ونتمنى وان شاء الله ربي يحن القلوب. وحنا كيف قلنا بلدنا بلد السلم، وتحت رائد الامه وقائد الامه وتاج ريوسنا صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله، والامير مولاي الحسن والامير مولاي الرشيد والاسره العلويه، حنا تاج ريوسنا حنا كان يعني قايم بواحد الواجب اللي الله يحفظه لينا. الناس كيف قلتي المسؤولين، كنتمنى توصل رساله حبيه بلا عتاب بلا كلام اللي غادي، ولو حنا الفم اللي غادي يقول شي حاجه خايبه يقولها تمره حلوه، كلمه طيبه باش نوصلوا الرساله ان شاء الله. ما نعاتبوا حتى شي حد. الله يحفظك اختي كريمه. ومرحبا خويا يونس. ان شاء الله ربي. شوف يا صلاح الله، ما تمنيش الله يسع الله نتلاقى ونشوفك ان شاء الله، نجي ان شاء الله نشوف العائله ديالك ووليداتك. مرحبا وتبارك الله، عندي جوج سويميين. الله يحفظهم لك ما شاء الله، اسمهم الله. دينا ولينا. تحيه لدينا ولينا. عندك البنيتات؟ عندي ثلاثه البنيتات وليد، عندي وسيم وملاك ودينا ولينا. تحيه لدينا ولينا ووسيم وملاك. وملاك الله، وتحيه للزوجه ديالك، تحيه ليها. مرحبا الله يرحم والديك. شوفي نهار قنيطره اشوفك. نعم. نهار قنيطره مرحبا بك، الف مرحبا. الله يكبر بك، والناس ديال الكرم حنا كنعرفوا هاد الناس، الناس مكافيين. مرحبا بك، وممكن شوفي. نعم سيدي. ممكن تقري لنا داك الدوزه ديال الستوندار ممكن؟ ان شاء الله دابا نصيفطها لك، انا سجلت الرقم ديالك وغادي نتواصل معك ونشوف العائله ديالك. مرحبا ان شاء الله.
علينا هذا الوباء وليداتك وتحيه للعائله ديالك الصغيره. شكرا على التفاعل ديالك اخ يونس اللي كنتمنى ان شاء الله ربي حتى هو يوفقه ويعاونه على وليداته والله يحفظ ليه وليداته التوام والبنيته الاخرى والوليد والله يحفظهم ليه والله يعاونوا عليهم لان التوام شويه الله يحسن العوان الوليدات المصاريف الانسان جات مع الازمه وان شاء الله ربي غادي يوفقك وغادي يعاونك ونتمنى الرساله ديالك توصل وتوصل حبيه باش ان شاء الله ربي يطيح لنا البركه وان شاء الله يكون الخير. تحيه لك مره اخرى يونس. معنا اتصال اخر. الو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله اللي بخير. اختي كريمه هانيه. الله يطول عمرك. شكون معنا الاخ الغد؟ معك يوسف. يوسف عين مدينه. اختي ماشي من مدينه، انا كنعيط لك من ثاني اعلى قمه في المغرب من جبال تيدغين. تيدغين الله الله الله. مقدمه الريف. مرحبا مرحبا. مرحبا بك الجنه. مرحبا بك سيدي. مرحبا بك الجنه الاخت كريمه. كي دايرين نتوما؟ الاجواء مزيانه وبلادنا زينه، راه كل الجبال كلها يعني تبارك الله من طنجه الى القويره راه بلاد رائعة الحمد لله. هذاك الجبال اللي قلتي دابا القمة جبل اللي ثاني أعلى قمة في المغرب تيدغين. تيدغين الله ودي. احنا عندنا اللاز، عندنا الأشجار باللاز بالحق من سيين الغالب الله، السياحة صفر. ودابا السياحة أخي يوسف كاين الأجواء بعد ديال كورونا راه خاص الصراحة للطوارئ، احنا ما عندناش هنا السياحة، ما عندناش الاهتمام بهادشي هذا. يعني تما ما كاينش السياحه بزاف عندكم ولا شنو؟ لا ما كاينش السياحه، ما كاين لا لا مراكز استقبال لا موكلات سياحيه لا حتى حاجه. وكاين يعني الفنادق تما، كاين يعني بزاف ديال الناس اللي غادي تجي وغادي تزور يعني تما، يعني كاين كاين في كاين في المركز في ساكن فندق تيدغين. اه ايه فندق تيدغين هو اللي كاين في المركز. الله ودي كي داير الاجواء تما؟ كاين شي برد؟ كاين البرودة في الليل، في النهار الحرارة وفي الليل البرودة. سبحان الله. ونتمناو الرسالة ديالك توصل وتكون هذيك البلاصة تكون فيها السياحة وتكون فيها الرواج والناس اللي مسؤولين تما، تكون واحد التحرك إن شاء الله باش إن شاء الله إن شاء الله. ميد حيد كورونا، احنا ما عندنا شي كورونا هنا بحق، ميد حيد إن شاء الله إن شاء الله. ونتمنى باقي صفر حالة والحمد لله، كنتمناو تكون صفر حالة في المرض وهذا الوباء، ولكن بغينا تكون في الحالة في الرواج تكون أكثر درجة يعني بالسياحة وبالحركة المادية إن شاء الله. دابا المغرب كامل واقف غالب الله، ومي تخرج الجائحة إن شاء الله نتمناو الخير، كنطلبوا الخير في المنطقة. يا ربي آمين، نتمنى لك إن شاء الله الصحة والسلامة أخويا يوسف. والأخت كريمة حصل لي الشرف هضرت معك، المتتبعين ديالك قدامي، كنتمناو شي عمل فني يكون جديد. إن شاء الله بارك الله فيك أخويا يوسف، وقريبا إن شاء الله تشوفوا كريم وسط في الجديد إن شاء الله. ان شاء الله كنتمنوا نشوفوا كريمة وسط، عبرت علينا بزاف. الله يبارك فيك. لا في المجال الغناء ولا في المجال التمثيل. ايوا ان شاء الله غادي تشوفني ان شاء الله قريبا فيهم بجوج ان شاء الله. ان شاء الله والله العظيم راح نشوفوك. شكرا بارك الله فيك، وتحيه للناس ديال المنطقه الجميله الرائعه. تيدغين كتابه بالضبط. الله بين قوسين. الله يحفظكم والله يعاونكم، وتحيه لهذوك الناس الاعزاز وبعدين علينا شويه، ولكن كنتمنى ان شاء الله نزوركم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. مرحبا بك في اي وقت. الله يعاونك والله يسهل عليك، ونتمنى ان شاء الله لك التوفيق خويا يوسف، وما تقلقش ان شاء الله ربي غادي يوصلك ان شاء الله السياحه وغادي تكون الرواج ان شاء الله تما. احنا طالبين غير كنتمنوا يرجعوا لنا البلد شي حاجه في المجال السياحي، شي مجال اخر بلاش، لان غير السياحه حاليا الحمد لله حنا بحال افران، حنا ناقصنا غير الامكانيات ان شاء الله. اما بالنسبه للغابه بالنسبه لكذا الثلج كذا بحالنا بحال افران وحسن افران. الحمد لله المدن كلها ما نقولوا تاج، كنا لبلادنا من طنجة القويرة المغرب كامل زين زوين، المدن كلها زوينه
ما غادي نقولوا حتى شي حاجه ما خايبه. بلادنا زوينه، الله يرفع علينا هذا الوباء ترجع الحياه عاديه. اسمح لي، شكرا على الاتصال ديالك لان الحلقه قربت تسالي. شكرا كريمة، شكرا لك المتفاعل ديالنا الاخ يوسف على الكلمه الطيبه وكيف قال وعلى السياحه، ونتمنى ان شاء الله السياحه تروج في هذيك المنطقه تيدغين ان شاء الله، ونتمنى الوليدات الشباب النصائح ما يحرقوش خلاوها، ما يبعدوا من القوارب يعني الموت، الهجرة السرية. ما نبغيكمش تحرقوا، ما نبغيكمش تخويوا بلادكم، بلادكم محتاجة لكم، والديكم محتاجين لكم، احنا محتاجين لولاد بلادنا، احنا ما بغينا ولاد بلادنا يكونوا قويين مجندين. احنا شوف، احنا على ذكر، احنا كنطرقوا لواحد عيد وطني، عند حبيب اللي كله كتحت فيه الشعب المغربي، المسيرة الخضراء المضفرة اللي كنا احنا مجندين تحت رعاية صاحب الجلالة محمد السادس الله ينصره وطول عمره. احنا كنحملوا راية البلاد تحت رعاية صاحب الجلالة الله ينصره، الله الوطن الملك. احنا كنبغي ولاد بلادنا وليداتنا والصحراء مغربية وتبقى دائما مغربية. احنا كنموتوا على بلادنا وبغينا ولاد بلادنا يبقاو بلادهم، محتاجين لكم ونديروا اليد في اليد بس ان شاء الله نزيدوا القدام ونتضامنوا، اللي عنده ولا اللي ما عندوش، احنا بغينا هذوك اللي ما عندهمش يتضامنوا للي ما عندهمش باش نوصلوا وباش يكون عندنا. احنا كنغيروا على بلادنا باش نحملوا المشعل الرايه الوطنيه تحت قائد الامه صاحب الجلاله. معنا اخر اتصال. الو، السلام عليكم. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكون معايا؟ يونس من قنيطره. يونس من قنيطره، ربما نعم بنتي المشاركه خويا ديال نزاع قنيطره. قلت مرحبا، معليش سرست انا. مرحبا بك يونس، وتحيه للناس ديال الغرب، الناس ديال قنيطره اللي كيتفاعلوا معنا، وكاع المدن كاملين في المغرب داخل ارض وطن وخارج ارض وطن. تفضل معنا. شكرا بزاف، وتنحييك على هذا البرنامج الجديد. تفضل لك الكلمة وانت اخر متفاعل معنا، لان الساعة تشير الى التاسعة، البرنامج كيبدا من 8. معليش ندير واحد ديديكاس بعدا. تفضل، مرحبا بك، هذه قناة ديالك وهذا برنامج ديالك، مرحبا بك. ديديكاس لخويا السلماني. مرحبا. وجميع الدراري اللي كنعرف اللي كيعرفوني. وواحد الدري عزيز عليا وتيقول واحد الكلمة اللي كنشكرها ليه ديما، فما كيشوفني تيقول لي واه صحيبي هذاك عزيز عليا. متشرفين. وخويا عزيز، احلى عزيز. مرحبا خويا يونس، اللي كنبغي نوجه لك التحيه وكنقول لك شكرا، لان الساعه تشير الى التاسعه، لان عندنا الناس كنحييهم جنود الخفاء. صراحه الله. نعم. صراحه الله غبتي علينا بزاف وراك عزيز، اش نقول. شكرا، بارك الله فيك، وكنواعدك ان تبعناك بجميع البرامج ديالك من رحيم وحديد دان، في حديد دان والبانديا وفي الربيب وديك هذيك نيل كريمه كنبغيك، هذيك راه ما تنساش لينا هذيك اللقطه. شكرا بارك الله فيك، واللي كنحيي بها زميلي وصديقي الفنان سعيد نصيري اللي توحشته شحال هذه، وقريبا ان شاء الله وتنبغي ان شاء الله تحيه. الناصر، الناصر هو من احسن الممثلين المغاربه اللي كيدوي على الواقع المغربي. ايوا كلهم، شوف الممثلين كلهم مزوينين من تزيد من الصغير للكبير. حنا كاملين كاملين تبارك الله عليهم، معبيين الساحه الفنيه. شكرا لك على التفاعل ديالك خويا يونس، كنقول لك عيدك مبارك سعيد، تنشكرك على التفاعل ديالك، لان الحلقه سالات وكنبغيو نحترموا القانون ديال البرنامج، والناس يعني عندنا
تصوير اخر اللي كنبغي نقول مره اخرى شكرا لجمهوري الحبيب داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، شكرا للمتفاعلين اللي تفاعلوا معنا، وكنقول مره اخرى كاع الناس اللي تكلمت اليوم على في البرنامج اليوم الحلقه على الهجره السريه بزاف، كنتمناهم يفكروا في والديهم ويفكروا في بلادهم، لان الروح الوطنيه والبلاد احنا بلادنا كنموتوا على بلادنا ونموتوا على ملكنا قائد الامه اللي احنا خصنا نتضامنوا ونوقفوا، لان تاج راسنا خصنا نكونوا في جنبه، يعني احنا هاد الساعه خصنا نديروا اليد في اليد، والناس اللي تنقول لهم كاع اللي طرقوا على المشاكل اللي في حاله المواضيع ديال عندهم ديال المشكل ديال الخدمه واللي ما تخدش حقهم في الشركات كذا، كنتمنى الرساله ديالهم توصل الناس اللي كيطالبوا في المدن ديالهم السياحه، نتمنى الرساله توصل. شكرا مره لكم اخرى، شكرا لجنود الخفاء، شكرا لمخرج الحلقه في برنامج اشنو عندك سي اسامه، شكرا لرئيس التحرير اسماعيل، المراسلي على الفيسبوك وعلى قناه شوف تي في عبدو اشرف عبد الصمد الشرقاوي سفيان، شكرا للطاقم كله، شكرا للاخت الكاتبه في السكرتيريه ديالنا الاخت احلام حياه، تنشكرهم، تنشكر الاداره العامه، تنشكر المسؤول الكبير ديالنا سي ادريس شحتان على المجهودات ديالو، تنشكر زملائي اللي خارجين على التصوير في البث المباشر، شكرا لهم على المجهودات ديالكم، تنقول لكم مره اخرى شكرا للسلطات الامنيه، شكرا للسلطات المحليه، شكرا كاع المجهودات اللي كتقوم به جميع المواقع يعني الصحافه الخصوص شوف تي في على المجهودات ديالها، شكرا للمجتمع المدني. مره اخرى تنقول لكم غدا ان شاء الله على الساعه 8 في برنامج اشمعن مع كريمه وسط، تصبحون